فعلا احسن حاجة ممكن تعملها في تركيا تفصل عن العالم كله والمدن وزحمتها وتيجي تستمتع بوقتك هنا في الريف. يا صباح الفل. من واحدة من أجمل القرى الريفية اللي ممكن تزورها في تركيا، قرية جميلة جدا موجودة هنا في إزمير، قرية شيرينجا. ويا سلام على الجوزلمية، من أجمل الأكلات اللي لازم تجربها في الريف التركي. صباح الفل مرة تانية من قرية شيرينجا. يمكن دي مش أول مرة أزور فيها القرية هنا، ومش أول مرة كمان أسجل فيديو على اليوتيوب لقرية شيرينجا، لكنها فعلا من أكتر الأماكن اللي بحب أزورها في إزمير. فنصيحة لأي حد بيخطط إنه يزور تركيا خلال الفترة القادمة، يعني حاول تخصص يوم أو اتنين من رحلتك بحيث تقدر تزور أحد القرى الريفية، سواء القريبة من اسطنبول، من ازمير، من الجزء الشمالي في طرابزون وريزا، لان فعلا هتستمتع باجواء مختلفة تماما. انا لسه وصل القرية حالا، فحابب اتمشى معاكم في الشوارع هنا تشوفوا قد ايه الاجواء جميلة. انا محظوظ كمان النهاردة الجو فعلا مميز جدا، درجة الحرارة في حدود 14 درجة. فتذكروا الاسم كويس، قرية شيرينجا من الأماكن اللي لازم تزورها لو أنت موجود هنا في إزمير. الميزة في إزمير إن هي مدينة متنوعة أو محافظة متنوعة، فيها الجزء الساحلي مطل على البحر، فيها الجزء الريفي. فإزمير فعلا من الأماكن اللي لازم تقضي فيها وقت كافي أثناء رحلتك في تركيا. الشارع اللي أنا موجود فيه حاليا يعني موجود عدد كبير من محلات السوفينيرز، الهدايا التذكارية. دي تقريبا ممكن رابع او خامس مرة ازور فيها قرية شيرينجا، من اكتر الاماكن اللي بحس فيها براحة نفسية هنا في ازمير. هنا تمثال مصطفى كمال اتاتورك، هتلاقوه موجود في اي مكان في تركيا، في اي مدرسة، في اي مكتب، لازم صورته تكون موجودة. طبعا نشاط القرية هنا في شيرينجا قائم على السياحة في المقام الأول، يعني عدد كبير جدا من السياح بيزور القرية، سواء من الأتراك نفسهم أو حتى السياح الأجانب. كمان عدد كبير جدا من البيوت اللي انتوا شايفينها امامي حاليا تم تحويلها لزي فنادق او بانسيون. طبعا الاسعار بتختلف على حسب السيزون، لكن متوسط ممكن بيبدا من 400 او 500 ليره تركيه في الليله الواحده. هنا في قرية شيرينجا يعني بكل صراحة مجرد انك تتمشى في شوارع القرية مرحبا دي متعة في حد ذاتها. الشوارع جميلة جدا هنا. هنا طبعا كلها منتجات
يعني من الريف، من قلب الريف. هتلاقوا حاجات كلها يدوية، يعني حاجات صناعة أهل القرية هنا. قرية شيرنجا من القرى اللي ليها أهمية تاريخية وأهمية دينية هنا في تركيا. يمكن اتكلمت عن الجزء ده في الفيديو السابق اللي سجلته هنا في نفس القرية، لكن حابب النهاردة تعيشوا معايا الأجواء، تستمتعوا بجمال المنظر، خاصة ان هنا قرية شيرنجا مشهورة جدا بالبيوت ومنظر البيوت اللي هتشوفوه حالا. الميزة في القرية هنا موجود عدد كبير من الكافيهات او المطاعم. بصراحة بدأت اجوع، فهدخل مطعم اسمه زيتن. المينيو موجودة هنا، الاسعار زي ما انتم شايفين يعني المتوسط تقريبا 30 ليرة تركية، والمشروبات بتبدأ من 5 ليرة للشاي. ومع المنظر الجميل اللي انا قاعد فيه حاليا، اخيرا وصلت الجوزليمي، شكلها مغري جدا جدا، مع طبعا الشاي والزيتون. الجوزليمي فعلا من اكتر الاكلات اللي لازم في كل مرة ازور فيها اي قرية داخل تركيا لازم اكل جوزليمي. اللي انا طلبتها كيمال اللي هو الحشو بتاعها عبارة عن لحمة مفرومة، في طبعا بالجبنة بالسبانخ، لكن المفضل بالنسبة لي اللحمة المفرومة. وهجرب حاليا معاكم الجوزليمي، شكلها فعلا مغري جدا وريحتها كمان جميله جدا. طعمها بصراحه خرافي. يعني اللي بيعجبني كمان في الجوزليمي ان العجين بتاعها رقيق، فبتحس ان انت بتاكل حاجه خفيفه على المعده. الحشو كمان اللحمه مع البصل طعمهم حلو جدا. الله، هنا الزيتون الاسمر مفضل بالنسبة لي. شيرنجا كمان مشهورة بزراعة الزيتون، فهجرب زيتون القرية هنا. حلو جدا، يعني مش مالح زيادة عن اللزوم او عادب، فعلا مظبوط جدا. وفي وسط الاكل جالي ضيوف. مش عارف هتاكلها او لا. اكلتها. موجود هنا في شيرنجا الكابالي تشارشي او السوق المغطى،
حاول اتجول معاكم داخل السوق، تشوفوا المنتجات الموجودة هنا. زي ما انتم شايفين يعني في اكسسوارز كتير في المحلات. من الحاجات اللي هتلاحظوها كمان هنا في شيرنجا موجود عدد كبير جدا من محلات الشراب او اللي هو الواين، مشروبات الكحولية. وده ليه اسباب تاريخية شوية، ان سكان القرية الاصليين كانوا في الاساس من اليونانيين، وكان نشاط القرية هنا قائم على زراعة الفواكه وصناعة الخمور، عشان ما حدش يتفاجئ انه هيلاقي عدد كبير من المحلات اللي بتبيع الكحول هنا. انا ملاحظ وانا بتمشى يعني في كمان جنسيات اجنبية موجودة هنا في القرية، فزي ما قلت لكم هي معروفة على المستوى السياحي سواء داخل يعني الاتراك نفسهم او حتى الاجانب. حاليا الساعة 5 العصر وبصور كمان الفيديو ده في يوم سبت الويك اند هنا في تركيا، فالاجواء في الوقت الحالي حيوية جدا في شوارع قرية شيرنجا. القرية هنا كمان مشهورة جدا بالعصير التوت او اللي يسموه التركي الكارادوت. اجواء فعلا جميلة جدا في الوقت الحالي. القرية هنا مناسبة ممكن تزورها طول السنة، يعني سواء في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف، لكن انا بشكل شخصي ارجح زيارة القرية بداية تقريبا من نهاية شهر فبراير او بداية شهر مارس، الجو بيكون لطيف جدا هنا في ازمير. اعتقد مش محتاج اوصف لكم جمال الشوارع هنا. بحاول ما اتكلمش كتير بحيث تعيشوا معايا الاجواء والاصوات الواقعية. دي كلها حاجات معمولة يدويا، يعني اهل القرية هنا ما شاء الله بينتجوا حاجات كتير جدا. فعلا احسن حاجة ممكن تعملها في تركيا تفصل عن العالم كله والمدن وزحمتها وتيجي تستمتع بوقتك هنا في الريف. بداية الفيديو انا كنت موجود في مركز القرية. المنطقة او الاراضي المحيطة بالقرية بالكامل كلها اراضي زراعية. القرية هنا مشهورة بزراعة أشجار الزيتون وكمان أنواع مختلفة من الفواكه. سبحان الله فعلا على جمال الطبيعة، اللون الأخضر حواليك في كل مكان. Thank you.
وهذه كانت جولتي النهارده في قلب الريف التركي في قريه شيرنجا. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. لو عندك اي اسئله او استفسارات ممكن تبقى في التعليقات الموجوده تحت الفيديو، وما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. شكرا جزيلا على المشاهده.